ثم قال أنا هو خبز الحياة. المسيح شبه نفسه أو سوى نفسه بالخبز. ولاحظ هون كان في 5 أرغفة شعير، أي طعام الفقراء مش القمح، هذا طعام أغلب الناس الموجودين. فالمسيح هو معيل الحياة، وهو الذي يقيت الحياة، وهو شبع هذه الحياة، فهو أشبع آلاف مؤلفة ويقدر أن يسدد احتياجاتك. مكتوب يملأ إلهي جميع احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. إنه يشبع الحياة. ثم قال من يقبل إلي، فهي دعوة موجهة لإلك، وهذه الدعوة هي دعوة شخصية ليسوع. من يقبل، مش لأي واحد تاني، نبي أو طريق، إلي أي إلى شخص يسوع المسيح. وهذه الدعوة أحباء تكررت عدة مرات، هي دعوة شخصية موجهة لإلك. مكتوب من يقبل إلي فلا يجوع. مكتوب أيضا من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هو الذي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. هو الذي قال إن عطش أحد فليقبل إلي. والنبوة عن يسوع التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر. لربما أنت تبحث في هذه الحياة وتدور وتفتش عن الطريق، ولربما أنت جائع وعطشان روحيا. من يستطيع أن يملأ فراغ حياتك؟ عندما تبحث عن الله لابد أن تجد يسوع المسيح. فأنا أوجه هذه الدعوة إليك. هو الذي قال تعالوا إلي، من يقبل إلي، إن عطش أحد فليقبل إلي، من يقبل إلي فلا يجوع. فماذا تبحث؟ عن ماذا تبحث؟ هل يوجد أي شبع في هذه الحياة؟ أنا بدعوك في هذه اللحظة أنه فعلا تسلم حياتك ليسوع المسيح، تتوب عن كل خطية وتتوج يسوع رب وملك، وفعلا تعترف وتطلب منه أن يخلص حياتك. قل له ارحمني يا رب، خلصني أنا الخاطئ، اقبلني لمجد اسمك. وأنا بصلي من كل قلب أن هذه الدعوة لمست قلبك وتجاوب معنا. بحب أسمع منك. فيك تتواصل معنا عن طريق الهاتف، فيك تتواصل معنا عن طريق الفيسبوك حتى أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك.